تتواصل فعاليات مؤتمر الشباب الدولي الذي يندرج تحت قائمة الأنشطة التفاعلية التي يضمها المهرجان الشبابي والعالمي الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. صلاحية الحياة على الأرض، وكيف للعدالة والسلام أن يسودا بين البشرية جمعاء، وما هو دور الأفراد والمؤسسات القوية في رؤية ذلك واقعا ملموسا يؤطر نهج التعامل القائم بين بني الإنسان. مواضيع هامة جابت في سمائها عديد الأسئلة التي فصل الجواب المنطقي على مقياسها، أجوبة قدمت على لسان عدد من المحاضرين المبحرين في عالم التنمية المستدامة، ممن أعطيت لهم المساحة الوافية في بيئة الفعاليات والأنشطة الهادفة التي ضمها اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الدولي بطبعته العاشرة. الرسالة التي أريد إيصالها للشباب اليوم هي أن هذه المشاكل هي مشاكلنا جميعا، وليست محددة بدولة واحدة بل بالعالم أجمع. يجب على الشباب أن يعملوا على حل المشاكل التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الابتكار والإبداع. إدراك ووعي وفهم واستجابة عقلية من قبل الشباب البحريني والعالمي المشارك والمتفاعل مع ما يتم طرحه من أفكار ومعلومات وأمثلة حية صافحها التوفق والفلاح لتصبح نماذج مشرفة لا يصعب تحقيقها إذا توازن رد الفعل المناسب للإنجاز بين مشيئة القدر ومشيئة البشر. هذه المحاضرة محاضرة عظيمة، وأنا سعيدني كثيرا جدا أن أشارك في هذا الحدث. بالنسبة لي وبرأيي كل شخص في مكان اللي هو فيه في البلد اللي هو فيها بيقدر بشكل مباشر أو غير مباشر إنه يساعد وإنه يقدم اللي بيقدر عليه من أي قدرات أي طاقات إيجابية ليأثر على اللي حواليه وعلى المجتمع بشكل خاص. نبتكر أفكار جديدة نفيد فيها الأجيال اللي بتي، ننقل هاي الأفكار حق الناس اللي برا اللي ما قدروا يحضرون المؤتمر. Actually, it's important to listen to all the speakers. إنه من المهم أن نستمع للمتحدثين حتى نستطيع أن نصل لحلول جذرية كتلك العقبات التي تواجهنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. محاضرات من شأنها الواسع تحفيز الشباب وتشجيعهم للتفاعل مع أهداف التنمية المستدامة باعتبارها السبيل الأمثل نحو نماء الدول وازدهارها. على قارعة الفرائض تبنى التجارب، ومن وحي الواقع تؤخذ الدروس المستفادة لتصبح دليلا إرشاديا لما يراد تنفيذه من أفكار إبداعية غير مسبوقة تحفز على إتيان ما يفوقها. لتلفزيون البحرين، محمد أرشادة.